اسمح للي ايش؟ اسمح للي اسمح للي. مشاهدينا الكرام متابعين برنامج عق علومك، اليوم احنا معنا ضيف جميل، فنان كوميدي يمثل بمجموعة من الأعمال الكوميدية في عمان. خلونا اليوم نشوف ايش اللي راح يصير مع الفنان خميس الرواحي وتابعونا. الحمد لله. وبين مصر. أوكي. العمل طبعا هذا يبون ممثلين من الخليج. طبعا. من قوة الله أعلم، ما أدري هل المشاهد بتصور في عمان أو مشاهد بتصور في أساس الفيلم في لندن. بس في البداية. الفيلم. أوكي. أقول لك أبي محمد يوم بيجي كأنه معجب فيك. وقع لك وش خط الله. زين. قليلا أنت معجب كروز وأبي. مسرحيات من الفنان خميس احنا شفناه كذي بس وقع معاك كذي وقع معاك ما يعرفني ايش كل عيادية الاعمال اللي قدمتهم؟ قول اشتغلت في درايش 1-2-3-4 احيانا 4 قول على المسرحيات، بيكلمك على الادوار، بيكلمك على الدور، وفي الاخير انت لك رايك. تمام. ها؟ بك تغير الوجه بك تغير الوجه. الله يهمك. ها؟ في الاخير شوي اوازي بيني وبينك. اوازي والله خلي الامور تسمع بس. ها؟ ما اعرف. لا عسى خير ان شاء الله، عسى خير. السلام عليكم. سلام الله. كيف الصحة ان شاء الله؟ تفضل الله فيك. أهلا وسهلا فنان خميس رواحي اللي كلمتك عنه. أهلا وسهلا الأستاذ رزق. أهلا وسهلا. شركة التميدي والإنتاج الفني. أهلا حبيبي. أهلا فيك. الحمد لله. وليدك الثاني. أخرت عليكم معلش. لا أعرف عليك. الله يسلمك. وعد في الميديا أنك كذا ترى. لا 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 أنا ما حد عندي التزام. أنت جيت وشمينا ريحة المرأة وراك. حبيبي الصارونة. حتى أنا متغدي يمكن مغسل يدي. يعني بس فطران مش متغدي. حبيبي صحتين. اسمع حليلي الله. طبعا استاذ خميس. السلام عليكم. السلام عليكم. استاذ خميس شو اخبارك؟ كيف حالك؟ شو اخبارك؟ شو علومك؟ والله من احد من احد قبل يخبص من احد معناته انه ما ادري. بس ان شاء الله الحين عند عمل الخليجي تو قريب صح؟ والله اتمنى ان شاء الله ان شاء الله يطبخ. لا لا متاكد من هذا الشيء. وش مشاخر اعمالك؟ ما عندنا درايش بس درايش اربعه ان شاء الله. يعني شو درايش اربعه؟ خميس دربكي؟ ان شاء الله. لا هذا بخميس دربكي ما تسمع؟ شايف الممثلين معك؟ ممكن طلب استاذ خميس؟ تفضل حبيبي. ممكن اصور معك؟ اتشرف. بس خلينا نخلص مع الاستاذ يعني. لا بس دقائق. مش مشكله. اسمح لي استاذ. لا لا اسمح لي اللي يبا هم المعجبين كده بس. ها ضريبه الشهره يعني. والله مدير اعمالك يا رخان. ها مدير اعمالك تشرف. عيبي يخصك في الموضوع يعني. استاذ خميس اخر خلاص بقى. اخر طرب الله يخليك. اخر طرب. اخر طرب. طرب 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 ولا طلب على عينه على راسه ما ده بس يعني في شغل وانا ممكن اتوقع. خلينا نخلص مع الاستاذ بس اخر. لا شو خلص استاذ الحين شيكاتك من الشيكات غير رسمت. كويس ودوكم جاهزين. دلوقتي احنا عايزين فيلم مهم جدا. فيلم مصري بطولة جماعية. كويس؟ باختصار يعني اختصر لك القصة كده عشان تحكي عنها. المفروض ان حسن حسني عارفه؟ طبعا. فنان كبير هيكون هو رجل اعمال. ايوه. بس هو من اصل من الصعيد. فعنده قيم وتقاليد. ولاده بدأوا يكبروا وصلوا مرحله الثانويه مثلا الشباب يعني. فخايف عليهم من ان هم من تاثير المجتمع العربي وكده. فهيعمل مدرسه لابناء الجاليه العربيه هناك. الطلاب معاك بقى، معاك كريمه عبد العزيز، معاك احمد عيد، انت كانك من الخليج كده.
أيوان. ممكن السؤال يعني على أي أساس تختار الممثلين يعني؟ أنا هنا حبيت أخذ من الخليج هنا. فمن كل دولة بأخذ ممثل يعني. وشوف الدور المناسب لي. فأنا كلمت محمد أساس محمد. تتخاب ممثلين مختلفين بعدين تختار الممثلين. لا 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 أنا وديت خلاص مختار يعني وقع لي في اختيار. يعني محمد رشحني لي. لا محمد عنده شوية إنتاج كبيرة متعرف عليه يعني. هو يعني أنا عارف كده يعني. لا بس مبدئيا الفكرة عجبك في إطار كوميدي طبعا وبرضه في حاجة سياسية. والله الواحد تعرف أستاذي أنت أدرى يعني بما أنك في الإنتاج وكذا يعني. لا فالواحد ما يقدر يقول كلمة أكيد الواحد يتشرف إنه يشتغل لعمل يعني نجوم كبار هذول. يتشرف اللي يشتغل برا هي بس عشان الواحد لازم يسمح للي قصه مثلا يقرا العمل ابعث له سكريبت وكل حاجه ما تقلقش كيف بالنسبه لاجر الخميس الاجر العمل حبيبي انا فاهمك حاجه التصوير يبقى في لندن وفي مصر وهنا برضو بعد الشوطات هتاخد هنا كل ده سفر اقامه دي ما فيش فيها مشكله طبيعي انت جيت حمايه انت عارف ده الشيء طبيعي الاجر ده بقى انت طلباتك ايه والله ما ادري يعتمد تعرف احنا يعني انت واخد كده ضد يعني احنا ما نروح على لائحه اجور هو خميس ياخذ الفنان يقيم نفسه برضه يعني انت لازم تقول لي انت بتاخد قد ايه لا الواحد يعرف ميزانيه العمل اول شيء ما ما حبيبي شوف مثل ما قلت لك انا في النهايه انا الكسبان انا اللي اكسب الناس لا احنا نكسب فنان معانا برضه ما تشرط بالاجر يعني لا من حقك عشان انت برضه مجهود هو خميس سلفت خميس بياخذ 30 ريال حقه بالدقيقة هو مش بس السينما قبل كده مثلا بالدقيقة 30 ريال استاذ ما عندنا انتاج سينمائي لسه يعني انتجنا عمل فيلم سينمائي واحد وان شاء الله بس وعلى انت شاركت فيه يعني اشتغل وعلى انت شاركت في العمل ده لا ما اشتغلت في هذا العمل زين كم بتعطونا تو؟ ما فيش مشكلة خالص انا الانتاج مفتوح زي مفتوح ما عنديش مشكلة انا جاي لك بنفسي انا اللي بكلم يعني لو اخذ في العمل اجمالي العمل مثلا فيلم مدته ساعة وربع او فيلم ساعة وربع فيلم زمنه ساعتين ساعتين اذا اخذ مثلا فيلم ساعتين يصير 110 دقيقة يعني ساعتين يتقاضى يصير يتقاضى 400 ريال مثلا ايش؟ مثلا يعني حوالي 1200 دولار يعني حوالي تقريبا 1500 دولار تقريبا تتكلم في بالنسبة للأفلام السينمائية حسب بالدقيقة نفس الشيء أجر الفنان أو بالثانية مش بالدقيقة كمان بالثانية انت عندك انا العمل لا احنا نشتغل التلفزيون ما مثل ما قلت لك ما اشتغل سينما قبل هو بالتلفزيون ياخذ بالحلقه تحسب بالثانية شوف استاذ حتى اجزاء من الثانية تحسب بس طبعا من واحد للثاني اللي عارفه في الافلام السينمائية يعني يشوف ميزانية يعني الاجر يتحدد عن طريق ميزانية العمل ونجومية الفنان احنا عارفين بالنسبة للفنانين بتوعنا استاذ ما اعرفكش شوف استاذ شنو ميزات استاذ خميس اول شيء الدور كوميدي انا ما تقوليش الدور كوميدي هو ترى يقدر يتنطط لا مستغرب كان غرب زين عشان بس يقدر يتنطط يقدر دور هبل دور مريض دور مجنون يقدر يتقحم عارف ان عنده امكانيات ايوه يركب شجر يصيد عصافير زين صوت الغابه يا اخي ظاهر كذا تعرف كل هذا يعني. كل هذا ياخذ بصوت تعبين ب 30 ريال بالحلقه تعبين ها بصوت تعبين بناء على هذه خبره غير سابقه مش عارف انا تعلم ما مشكله شوف عموما هو بالتلفزيون انت تشوف قارن بين التلفزيون والسينما هو بالتلفزيون الان هو مصنف ياخذ 25 ريال بالحلقه ايش 25 ريال يعني 100 دولار 25 ريال محمد 25 ريال كم مصنف؟ لا اكثر من 25 ريال لان فئتي 1000 في التصنيف التلفزيون فيها 1000 اكثر من هذه متميز فئه اولى فئه زي فئه اولى السينما غير التلفزيون يا سيدي اكيد اللي انت عايزه كله هيدفع حبيبي بس اسلام ما تشيلش عم فوزي خالص انا عايزك تقول لي رقم عشان انا عامل ميزانيه مبدئيه بس مش اكثر يعني والله ما اعرف يعني الدور كبير يعني الدور كبير يعني زيك زي احمد حلمي زي كلهم حط حط له 500 ريال بل 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 ما في ثانية بس يا دم بالمليون حبيب قلبي السلام عليكم ايه ده؟ استاذ نظر ازيك يا ازيك ناصر الاخزمي اللي كلمتك عنه مع السلامة الله يسلمك انت تعرفني يا ناصر كيف حالك؟ انما مع بعض مصر يا حبيبي كيف حالك؟ ايه النور ده كله؟ وحشتني جدا وحشتني جدا 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 فنان خميس من الفنانين المتقيدين ما شاء الله يعني فعلا لا لا مبين عليه ما شاء الله بعدين ما شاء الله يعني مسرق جميع ومعجبين كده وكده ما عرفش انا بالمنظر
لا 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 كيف حقيقة. وبعدين دارس اللي هو الباليه أفا يعني تعبير حركي تعبير حركي تعبير حركي إيه يعني وقت معاري وقت معاصر في بريطانيا حلو فيلم في سارة دوت هو جسم يبين عليه انه راقص يعني جسم رياضي جسم ما شاء الله حتى الحين حتى الحين استاذ استغل هذا الشيء احنا معانا فنون عمانيه تحتاج لجسمه ليوا ابو زلف ليوا ابو زلف فقط ابو زلف ما اسمه استغل في فيه هو انه والله هذاك انت ابو زلف ايه ابو زلف تعبير حالي لا ده انا كمان ليا حظ النهارده شفت اثنين فنانين كبار كده الله يخليك الله يخليك طب احنا كده هنغرق معانا في الفيلم اسمح لي والله ما 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 مثل بالمنظمة ليش؟ بس بغت علي ياكلني لا 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 كل فنان يدور يعني انت بالعكس انا الفيديو كده يسد صراعا يعني انتم الجيل الصاعد انتم المستقبل لكم انتم نحن خلاص 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 قدم واحد مدى منه بالوسط يطلع يقدم مدام يعني الله يخليك في المستوى في لندن انا اسف استاذي دخلت عليكم لا حوارات خاصه هو كان محمد جابولي عشان دور في فيلم يعني ها زين والله ممتاز ممتاز هو فرق بس ازاي يعني ما انت موجود برضه يعني لازم لازم يكون لك نصيب في الفيلم ده انا ما اقدرش اخدك امشي من غير ما اخدك معايا ما عندي خبر ما عندي معنى بس شرط هو موجود لان الدور انتم جبتوه علشان هذا الدور حبيبي اذا دور انت نسب له لا 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 حشاش استغفر الله لا والله يعني ممثل واحد يمثل في العمل كان ممثل بس عمان بس عمان محتاج فنان واحد بس من عمان يا محمد هي دي مشكله يعني عايز واحد بس من عمان لان باخذ من كل دوله واحد انا اشوف عشان التسويق يعني اشوف الاخ محمد ساكت ما يتكلم انا مستحيل منك من ايش؟ ما اعرف شفت الدخاره اللي بجي علينا انت بابا لا انا كلمني لا لا ما صرت امثل انا شاركتي ما قدرت اشاركتي بس يدرس دخلت علينا تقول كانكم ليجي جيت محمد ما شاء الله عليه يعني واو بو استاذ 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 انا صحيح انت هل تكلمت استاذ ناصر يعني في سي في انا استاذ ناصر من زمان لا الحين صدفه لا 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 هو انا بس عم كلمه كلمني البارح بس انا يعني ما شفتوش فانت كنت عرضت لي الاخ خميس ف يعني انا شفت قلت ادي يعني هل انت مع الدور الاستاذ بس ليه لا مش هيعمل دور طالب سنه ممكن يمسك يعني انت حين تجيب الاستاذ ناصر يعني شنو جايب لك قوطي يعني جايب لك ايش جايب لك فنان لا عمد جايب لك جايب لك فنان انا محمد شنو جايب لك عشان الدور يا استاذ ناصر سلم علي استاذ ناصر هذه فرحت اني شفت خميس ما مشكلة حبيبي انا ولا الاخر كله واحد يعني في الاخير انت تفهم انا شخص الخميس فاهم فاهم قصدي انا فاهم قصدك زين بس هو ما جاب لنا كان انت متفق معاه اساس الدور صح؟ لا لا بس مش هيعمل دور طالب كده ها؟ كده يعمل مدير مدرسة اصل انا عايز واحد من عمان مشكلة زي طالب وانت مستر يعني انت كبير طالب. اسمك حتى في مصر معروف يعني لا طالب طالب مستحيل لا انت تبقى مدير والله يبين صغير انت لا 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 قصروا يعمل دور اكبر مدير مدرسه صديق حسن اصلا صديقه غير تصعد لا في دور يعني قوي جدا وما هو معانا بيكون انا يعني اشوف بس الميزانيه بس الاول انت استاذ استاذ انا اترك الخيار انا ابعد نفسي اذا كانت فيها مصلحه لي انا انا حد الله بيني وبين المصلحه ما عليها يعني الان الخيار لك انت بغيت اذا بغيت مدرس فالمدرس موجود لو انك كنت مدير مدرسه لو انك كنت طلب بيضيعوا زين وان بغيت طالب سيوسي بوكس صغير الله العظيم لا احترامي يا استاذ ناصر يعني استاذ يعني مو مسلوب انك انت الحين انا متفق معي انا وانا جايب رساله خميس على عيني وراسي تقول لي انا عاوز واحد يعني انا واحد دخلت خميس المفروض اخد واحد بس من عمان حبيبي الاهل انت دائما ان كل واحد يشوف اكيد مصلحته يعني يشوف الانسب اكيد يعني والاسم برضه معلش يا استاذ انت ممكن تكون معروف في عمان لكن استاذ معروف في مصر كمان اكيد الله يخليك انت لسه يمكن بتقول انت لسه مبتدئ لكن هو من زمان ما شاء الله صحيح استاذ يا حبيبي ومان من عندي انا فنان خميس فنان شامل وراح يعجبك فعلا صدقني والله راح يعجبك اوكي انا مقدر قدراتك عموما انا استاذ ناصر استاذ ناصر استاذ ناصر استاذ ناصر يعني انت الحين قاعد تجنبس خميس؟ لا لا ما اتجنبس محمد يعني باي كلام قسم بالله باي كلام ايش ماكل اليوم ايش متشرب؟ انا من رايي تاخذ محمد طيب استاذ انا بمر عليك بالليل اليوم تليفون ان شاء الله ان شاء الله يلا حبيبي يا بشر ثاني مره يا ريت ولو لما تجي تعال عن طريق التلفزيون لا تجي انت هذا يعني بس يهمك ما ايش ناكل هو واخذ حقه
الله يكون في عونك الله يسعدك. يلا مبروك مقدما. نفس المكان. لا يستاهل والله يستاهل. يلا يا محمد. شكرا شكرا. انت الحين كل ما يجي واحد احنا نايب انك تروح تعق الدور. انت الدور هو رجال. انت تعق الدور ما طب المنذر. ليش تحازم اسكت؟ ما حازمته بس هذا زميل او شيء وصاحب خبره يعني استاذ استاذ ما بتجي السالفه ايش يعني؟ لا يسوي احنا. ما فيش حاجة يعني ما فيش حاجة. ما صار شيء ثاني. لا يعني. يعني في يمكن أدوار داسة يعني. طبعاً. داسة بعمر أبو المنذر أو شيء كذا يعني. ممكن يعني. بس يكون كده. ممكن ما هو كده أنا أكرم أخذته هو من عمان. وعشان مجيتك انت كده ممكن اديك حارس المدرسة. حارس مدرسة. أفا. دوس دوس بس حلو. تضحك علي. حبيبي فن. انت ما اخترت ناصر ايوه مدير مدرسه انت نفسك اخترتني انا لا انا اخترتك برضه بس تبع حارس المدرسه زين يعني انت ما لك بك حارس مدرسه والله الممثل ممكن يمثل صح؟ اي دور بس لو هو شكلك كويس جدا على دور الحارس اقول لك بس اذا كان شو اللي انت قطعت دلوقتي اذا كان حارس بتقول بتاعك امانه بذمتك كم بتعطي يعني لا هو الحين ما مشكله انه يعطيني مشكله لا اعطيك مشكله كم بتعرف الواحد لما يشتغل برا يمثل يعني يمثل وطنه يمثل طب ما هو ولا يمثل وطنه وانت تمثل وطنه بس خسران بتساهل دول صغير انا ظل وطني اديك فلوسك اديك فلوس كتير ما تقلقش ما يهمني ما تهمني الفلوس مثل ما يهمني انا لا الناس هتعرفك في اي تعيس كتير كبير مره تعرفني اسماء حضرات تفتح الباب واسماء كم كم تكون بوابه لا لا ما ممكن تعمل شغل كوميدي محتاج لحارس لا 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 البوابه مش عندنا مش اوتوماتيكيه انت يعني خلي بالك فتح الباب دي ممكن بإفيه كوميدي يعني تقول جمله كوميديه كده تعلم في الفن يعني انت عارف. انت بتسوي نفس البرنامج اللي قاعد العام الماضي اهو شوف البرنامج شوف البرنامج اقعدومك واحد ها ضح هذا برنامج اقعدومك اثنين ما عندك خبر حقنا علومنا انت ادفع انا اسف يا حبيبي خميس الرواحي الكاميرا شفت الاناناسه ايوه فوق الاناناسه اوكي انت كنت معنا ضيف وواحده ورا وبدر المعشري اهو وكنت معنا ضيف في برنامج اقعد يا حبيبي كنت معنا ضيف في برنامج اقعد علومك نبي كلمه توجهها لمحبين وجمهور خميس الرواحي في رمضان الحمد لله ان ما نرفزوني كثير يعني ما غلطت كثير وكذا واشكر هذه الاستضافه تعني لي كثير وهذه دائما بدر كذاك يجينا بابداعاته اسمع علي مردودا ان شاء الله قول 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 اسمح للي هذا حال عبد الله عن ما يعقبه اسمح للي شكرا 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 اسمح للي ايش اسمح للي